مرحبا، اهلا وسهلا فيكم مواليد برج الحمل. اسبوعك من 22 ل 27 الشهر، كيف بده يبدا وكيف بده ينتهي؟ بدايه انا بقول لك استفيد من نهار 22 و23 و24 لحد الساعه 1:30 مساء بتوقيت بيروت بعد الظهر، لانه هول اليومين ونص بيحملوا لك المفاجات والاخبار المطمئنه، وبتلاقي الدعم وفي وقف مواقف حلوه من اصدقائك، اخبار مبشره، ويمكن تسمع اخبار مطمئنه بخص عمل لك، مشروع جديد، تواقيع سفريه يمكن تكون لا على البي ولا على الخاطر، والاستثمارات والمشاريع بتكون باواج عطاء او انت بتكون باواج عطائك. مش هيك بقول لك خلص كل امورك، لانه من بعدها القمر حين ينتقل لبرج الحوت الساعه 1:30 بتوقيت بيروت نهار الثلاثاء، هون انا بقول لك تاخذ حذرك من اي اجراء جديد، من اي اشكال يطرا عليك، فقط تنجزوا الامور الروتينيه وابتعدوا عن المشاكل لحين وصول القمر لعندك نهار الخميس الساعه 1 الظهر بتوقيت بيروت. بينتقل القمر لعندك، هون بتستعيد نشاطك وبتكون بأوج عطائك، وشخصيتك بتكون بأوجها، وانت بتكون صاحب الكلمة وصاحب القرار، وبتقدر تنفذ أي شيء عالق كان عندك، وبتبدأ بدايات جديدة، لأنه القمر بيكون عندك عم بيعطيك القوة والدفع والزخم بهدول اليومين، يعني الخميس المساء والنهار الجمعة بتكون من الأبراج المتألقة والمحظوظة. ولكن من بعد رح يكون في عنا كسوف للشمس ب 28 الشهر. بتمنى عليك تتابعني بفيديو لاحق رح نزله شو بده يأثر عليك هيدا الخسوف. شوفكن على خير.